نطلب من الله ثم من عندكم المساعدة لفتح الطريق السيط للسيطرة. ونسأل نسأل المسؤولين يعني حقيقة خلي يساعدون تفتون يعني مليون سيارة على الطب يومية، تعالوا اقعد شو ليل وحدة بالليل وتنسحب سيارات. أطفالنا بالمدارس الصبح والعصر هم سجن ثاني ببيوتنا، يعني ما يصير هيك شوية مساعدة وفتح الطريق للسيطرة. ايه وتعال شوف قلت لك يعني الشوارع تعبت حيل، سيارات شال اسمنت وهالبلوك هذا ولا حول ولا قوة. احنا من هاي المنطقة بالقادسية، نعم نريد يفتحوا لنا الطريق الله يخليكم ويستر عليكم، ومعاناته هواية معاناته هواية، وندعي من الله عز وجل ان يحفظ الاتحادية، واحنا نشتكي هم يمهم ان يساعدونا يفتحوا لنا الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بقناة صلاح الدين الفضائية ونشكر الجهود المبذولة للشعور بمعاناة الناس والمواطنين. واحنا اهالي منطقة القادسية منفذ القراج، احنا هاي حاليا المتواجدين بموقع بموقع بالموقع بالمكان المحدد، وحاليا الاهالي اللي تشوفهم حاليا قدامك هم الموجودين من اهالي المنطقة اللي يعانون من مشاكل مستمرة بسبب الازدحامات الموجودة من السيارات القادمة من جامعة تكريت إلى الطريق العام، ومن الطريق العام إلى جامعة تكريت. فهذا الطريق طريق سكني من بين الدور السكنية، تأتي التريلات والشاحنات الكبيرة مما أدي إلى كسر الأنابيب المياه والأسلاك الكهربائية، يعني حتى البيوت تدمرت من وراء هاي السيارات. فنرجو من المسؤولين بالمحافظة والمسؤولين بقائم مقام والمحافظة الموجودين والسيد قائد الشرطة المحترم إلى فتح الطريق الخدمي مباشرة إلى السيطرة اللي موجود حاليا أمامنا. هو حاليا موجود أنا معاناتنا هاي الإسلاك، إسلاك ناصية والتريلات تعبر من هنا، كلها سيارات حمل كبيرة ما تهدي قطع الإسلاك وتدميرها. فاحنا نحاول نريد نطلب من المسؤولين من جهه المسؤوليه تحويل هذا الطريق منفذ ثاني، لان هذه المنطقه سكنيه ما يصير يعني الطريق السيارات منها الحموله وغير تريلات وطلاب جامعات. فهذا الطريق والله تكسر وحتى الاطفال ما تطلع والشارع ما يعني فد مره ما عاد. بالتاكيد هذا الغلق اثر عليكم يعني انتم كسكن؟ طبعا اثر علينا، وعدنا اطفال عدنا اطفال والله يا اخي كان سجن بسجن، اطفالنا ما قدروا يطلعون خارج الباب، يعني الشغله حيل يعني ازدحام سيارات وطريق هذا سلك لي النهار صار، فعلى الواي يغيرون الطريق من غير اتجاه.